الثاني. شوف الأرضية والكرة بالخطأ جات في المرمى من جانب المصري بعد تدخل من إبراهيم عالمة. هدف بالخطأ في شباك المنتخب السوري يمنح التقدم للمنتخب الياباني، الأمر الذي ظل من خلال الدقائق الماضية يبحث عنه لاعب المنتخب الياباني. يا ساتر يا ساتر، الأيسر يبحث، يا هذا واقع. شوف الاستلام من هوندا، مرر الكرة على طريقة الكابتن ماجد، ما كان من الخيال هو واقع. شوف الاستلام من هوندا، مرر الكرة على طريقة الكابتن ماجد، ما كان من الخيال هو واقع. الإعادة بشديد، الهدف ألقي بداعي التسلل، لاحظ المحاولة والانطلاقة والكرة السليمة حتى الآن تقاوى، بعد ذلك العرضية في الشباك والهدف احتسب إذن لمصنع هوندا. هدف سليم 100%، هدف جميل هوندا، يعني بتركيز كبير أرسل الكرة باتجاه المكان المستحيل، لم يبحث عن القوة، هذه هي الإمكانيات الكبيرة. ياباني هو من كان ذو الأفضلية، وكاغاوا يأتي بهدف ثاني، 4 أهداف مقابل شيء، النتيجة الأفضل. المنتخب هو من كان ذو الأفضلية، والياباني هنا تحضر في مرمى المنتخب. في اللحظات الأخيرة، دقيقة الثالثة للوقت بدل الضائع، كرة يابانية من جديد في انطلاقة عن طريق تيوتاكي، تسليم الكرة لناغاتومو، عرضية خطيرة لناغاتومو، والهدف الخامس. الحصة أصبحت كبيرة جدا، انهيار كامل لدفاعات المنتخب السوري في اللحظات الأخيرة. البديل هاراجوتشي يوقع الهدف الخامس، وهذه الإعادة من جديد. لاحظ انطلاقة سريعة، وكان المنتخب السوري أصبح مهنيا خارج اللقاء. عرضية